كابتن عبد اللطيف، مبروك الفوز مره ثانيه وثالثه. النجاح ده النهارده علشان يستمر للسنه الثالثه على التوالي بالرغم من الصعوبات، بس في مقابله انجاز زي ده فده اكيد مش سهل، واكيد بيمثل لك يعني فرحه من نوع خاص. كلمني عنها. والله اقول لحضرتك حاجه، ان انت يعني احنا السنه دي يمكن بنحتفل بالبطوله التاسعه على التوالي. يعني احنا 3 سنين ورا بعض، التاسع على التوالي. احنا 9 بطولات الاخرين اللي شاركنا فيهم كسبناهم ان شاء الله. الموضوع طبعا بيبقى صعب جدا 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 ان انت تحافظي دايما، يعني اصعب ان احنا نكسب، لان احنا دايما بنحافظ دايما تحت ضغط. يعني مثلا انا وصلاح وعبد الله، ممكن اقول لك تاني يوم ما خلصنا ماتش الكاس احنا بنتكلم مع بعض عشان نشوف السنه الجديده. ده انتوا كباتن الفرقه دول. يعني بنتكلم الدنيا رايحة لفين، محتاجين ايه، محتاجين نتكلم مع اللعيبة، محتاجين دايما. الموضوع هي بطولة وخلصت، يعني فعلا بطولة وخلصت واتقفلت. ما بنلحقش ان احنا خصوصا الموسم زي ده ما عندناش مساحة وقت بين الموسمين، قريبين من بعض، فلازم ما نديش مساحة للوقت. انت بتخلص عايز تستعد للي بعده. عندنا عايزين نعرف البلان بتاعتنا الفترة الجاية ايه، عندنا كام بطولة، الموسم قرب جدا، ازاي ان احنا فترة اجازة تقريبا 13 او 12 يوم ان احنا في نفس الوقت نفضل شغالين لوحدنا يعني زي انديفيدوال عشان نرجع ما نرجعش من الصفر. صحيح. فطبعا الموضوع محتاج محتاج مجهود، محتاج كبير. محتاج كمان تجدد الطموح بالبطوله ده، وده موجود. وده بلاقيه برضو صعوبه كابتن، لان فرق عدد البطولات بينك وبين اللي قبليك، يعني انت تقريبا احنا واخدين 21 بطوله كاس. انا واخد 10 منهم. انت واخد 10 منهم ما شاء الله، يعني صلاح واخد تقريبا 14 وعبد الله 12 بس عن اقرب منافسيك خمسه بس، يعني الاقرب منافسيك خمسه. ده اللي بتكلم عليه دايما، انك ما شاء الله انك دايما بتكسب ودايما عندك طموح. انت اكيد يعني انت راجل رياضي وعارف بيبقى فيه نوع من انواع التشبع شويه، او السنه دي ده ما احنا واخدين، يعني الكلام دوت بيبقى دايما. وبتكلم مع نفس الكلام بتوع كره السله، انك تفضل على القمه ده الاصعب. الوصول للقمه ممكن يكون ممكن سهل، لكن انك تفضل على القمه بهذا القدر. وانت بتقول لي انت صححت لي رقم دلوقتي، انا يعني كنت بقول لك على مستوى العالم اعتقد في يعني ريكورد اتحقق انه محققين 102 مباراه فوز على التوالي. ده يعني رقم 100 جينيس ريكورد كان 76 او 86. ضربت رقم. ضربنا 102. فما شاء الله اشتغلت، يعني عملت ده ازاي؟ يعني اشتغلتوا على الكلام ده ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، يمكن الموضوع بيجي من تراكم خبرات. يعني ممكن انت حضرتك عارف ان ممكن الهزيمه تديك خبره اكتر من الفوز في اوقات كتير. طبعا. انا افتكر كلمه، يمكن لو ماتش الاعتزال بتاع كابتن ميدو مصلحي دايما بيقول لنا كلمه، وكان ماتش الاعتزال بتاعه كان هو اول سنه يبطل فيها، قال لنا يا شباب عايز اقول لكم حاجه، اللي بيضيع ما بيرجعش. فعلا. اللي بيضيع ما بيرجعش. بيتكلم على بطوله او كاس او لقب. بالظبط. فدي بقت زي ما اقول لك كل لعيب بيسلمها للي بعده. الجمله يعني دي او طريقه التفكير عموما. احنا كسبنا بس احنا عندنا بطوله. لو خسرناها مش هترجع. فانت لازم تكسب عشان يتحط في تاريخك. فدايما تجدد، تحاول تشوف طريقه تجدد بيها طموحك. في جيل بيسلم، يعني احنا اتعلمنا مثلا لما جيت كان كابتن ميدو كان لسه اول سنه ليه تدريب، كابتن حمدي الصافي، كابتن وائل العادي، كباتن كبار اتعلمنا منهم. يعني مثلا ما انساش موقف لكابتن حمدي الصافي ده، كنا عندنا منتخب في 2006. هو كان جاي من الشغل بتاعه ونام في المصليه اللي موجوده في المركز الاولمبي عشان مستني التمرين. كابتن حمدي الصافي اللي هو كان ممكن يقول ايه انا مش فاضي دلوقتي او لما الدنيا تبقى مفتوحه هاجي، عمل ايه؟ كان نايم في المصليه مستني التمرين عشان جاي من شغل، كان عنده شغل الصبح او حاجه وجاي نايم حبيبي. فده موقف يعلمك ان راجل في قدر كابتن حمدي الصافي بالانجازات اللي هو عملها. لسه كنا بنتكلم حتى مع بنات الطايره، لاعباتنا الكبار قد ايه علاقتهم بيه قد ايه قويه، وهو ده يمكن اللي بيحقق جزء من تحقيق الفوز. طبعا. ان انت يكون عندك كابتن فريق او مدير فني بالمواصفات، مواصفات كابتن حمدي الصافي. صحيح.